مزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلي الآن من عمان سيد سامر خير أحمد خبير الشؤون الأسيوية. سيد سامر في البداية أرحب بك، إذن في نظرك هل حققت قمة الدول الثلاث بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية أهدافها وأوصلت رسالة ما إلى بيونغ يانغ؟ الهدف الرئيسي من قمة كامب ديفيد كان مأسسة هذا التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ومن الواضح أن الاجتماع قد أفضى إلى ذلك، لأن الرئيس الكوري الجنوبي اليوم في اجتماعه مع مجلس الوزراء شبه هذا التحالف الجديد بالتحالف الذي تقيمه الولايات المتحدة مع أستراليا وبريطانيا باسم أكواس، وكذلك بتحالف كواد الذي تقيمه الولايات المتحدة مع اليابان وأستراليا والهند. هو قال أن هذا التحالف الجديد سوف يكون شبيه بهذه التحالفات، ولأن الفكرة الأساسية من هذا التحالف أصلا كما تقول كوريا الشمالية وكما تقول الصين هو إقامة حلف عسكري في المنطقة، هم يشبهونه بحلف الناتو. إذن حتى الآن الاجتماع أفضى إلى تحويل هذه التصورات حول التحالف العسكري بين هذه الدول الثلاث إلى واقع. اليوم المناورات التي بدأت بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هي مناورات سنوية دورية تقام سواء وجد هذا التحالف أم لا، لكنها بالتأكيد هي تفتتح هذا العهد الجديد الذي تحدث عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لأنها هذه اليوم المناورات غير مسبوقة من حيث الحشد العسكري، عدد أكبر من القوات من الجانبين تشارك في هذه التمرينات، وهي طبعا تستهدف أيضا الاستعداد لما تقوم به كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ الباليستية، وهذا كان جزء أصلا من المحادثات المتعلقة بالتحالف الثلاثي مع اليابان أيضا. طيب سيد سامر، يعني ربما من أهم أهداف هذه القمة هو حلحلة الأزمة الثنائية بين كل من كوريا الجنوبية واليابان من ناحية أخرى، هل نجحت القمة الثلاثية في تنفيذ هذا في رأيك؟ أعتقد أنها نجحت، لأن الرئيس الكوري الجنوبي استبق انعقاد القمة في كامب ديفيد بالقول أن بلاده سوف بأن بلاده سوف تطلع إلى المستقبل وتريد أن تطوي صفحة الماضي، لأن المشاكل العالقة بين البلدين المتعلقة بفترة احتلال اليابان لكوريا الجنوبية بين عامي 1910 و1945 كان لها تداعيات في السنوات الأخيرة، وكان هناك أحكام قضائية حول تكليف الجهات اليابانية التي تقوم بالاستثمار بكوريا الجنوبية بدفع تعويضات وما إلى ذلك. رئيس كوريا الجنوبية قال أن بلاده تريد أن تطلع إلى المستقبل وتطوي صفحة الماضي، هذا يؤشر على أن العلاقات الكورية الجنوبية اليابانية بدأت عهد جديد أيضا، وهناك من الواضح أن الأولوية الآن لكل البلدان الثلاثة بالنسبة للولايات المتحدة أولا التصدي لنفوذ الصين المتزايد، كذلك بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية التصدي لهذا النفوذ الصيني في المنطقة، وكذلك أيضا لكوريا الشمالية، لأن هذه القوة المتزايدة سواء النووية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية تهدد بشكل مباشر الأمن في كوريا الجنوبية، وتهدد كثيرا المصالح الاقتصادية لليابان كما شاهدنا على مدار العامين الفائتين. طيب سيد سامر، وأنت تحدثت عن مناورات عسكرية جمعت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من ناحية أخرى، وربما بالحديث عن هذه القمة الثلاثية، هذه أشياء بطبيعة الحال تثير حفيظة كوريا الشمالية بشكل كبير جدا، هل تقضي هذه القمة على آخر الأمال المتبقية ربما لإيجاد عهد جديد بين كل من كوريا الشمالية والجنوبية؟ لنتذكر دائما أن كل هذا التوتر في المنطقة مرتبط بالملف الصيني. القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة التي جعلتها تحضر إلى المنطقة بقوتها العسكرية وتعيد إحياء أحلافها القديمة وتستحدث أحلاف جديدة وتنشئ المزيد من القواعد العسكرية هو مواجهة النفوذ الصيني، الضغط على الصين لمنعها من التحول إلى قطب يهدد شكل النظام العالمي القائم. لذلك الأمر مرتبط بالسلوك الصيني المستقبلي، إذا كانت الصين ستمضي في خططها لاستعمال نجاحاتها الاقتصادية في تغيير شكل النظام العالمي القائم، فهذا سيعني أن التوتر في المنطقة بما في ذلك ملف كوريا الشمالية سوف يستمر. لكن إذا الولايات المتحدة والصين
استطاع تجاوز هذه المسألة والوصول إلى تفاهمات، هذا سينعكس على هذه الملفات المتوترة، لأن الملف الأساسي في المسألة هي الصين، ليس التوتر بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لأن التوتر أصلا هو جزء أو انعكاس لهذا الحشد الأمريكي في المنطقة وللاستعدادات الصينية أيضا، لأن كوريا الشمالية تستشعر أن الوجود الأمريكي في المنطقة هو استعداد لغزو أراضيها وإسقاط النظام وسلبها أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها. كوريا الجنوبية أيضا تعتبر أن هذا النشاط العسكري المتزايد لكوريا الشمالية يهدد أمنها. فالصراع أو تزايد الصراع أو حدة التوتر بين الكوريتين هو مرتبط بالصراع بين الولايات المتحدة والصين، لذلك حتى يمكن استشراف مستقبل الملف الكوري علينا أيضا أن نعرف أين سيمضي الملف الصراع الدولي بين الولايات المتحدة والصين. نعم، طيب سيد سامر، بالنظر إلى التحالف بين الطرفين، سواء يعني الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها مع كوريا الجنوبية واليابان من ناحية، ومن ناحية أخرى الصين وتحالفها مع روسيا وكوريا الشمالية، البعض قد ينظر إلى أن التحالف بين روسيا والصين وكوريا الشمالية أثقل بكثير أو يكون أكبر بكثير من تحالف الولايات المتحدة الأمريكية سواء مع كوريا الجنوبية أو مع اليابان، ما هي ربما الامتيازات التي يعطيها هذا التحالف إلى الصين؟ يعني في الحقيقة أنا لا أتفق مع ذلك، أعتقد أنه درجة التحالف والتنسيق والخطط المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها أعلى من درجة التنسيق والتحالف العسكري بين الصين وروسيا. أصلا الصين لا تعترف أن هناك تحالف عسكري مع روسيا، الصين تقول أنها لا تعترف بسياسة الأحلاف ولا تريد أن تستعيد لغة الحرب الباردة وممارساتها، فهي تعتبر أن هناك تنسيق عسكري مع روسيا، هناك مناورات عسكرية، هناك دوريات مشتركة لحفظ المصالح الاقتصادية في المنطقة، لكن الصين لا تذهب للقول أن هناك تحالف عسكري مع روسيا يمكن من خلاله تبادل المعلومات والدخول في حرب مشتركة كما تفعل الولايات المتحدة الآن مع كوريا الجنوبية واليابان. لكن في الحقيقة روسيا هي التي تريد أن تعطي هذا الانطباع أكثر من مما تفعل الصين. روسيا اقتربت من كوريا الشمالية، وزير دفاعها زار كوريا الشمالية الشهر الفائت عندما كانت تحتفل بذكرى توقيع الهدنة في الحرب الكورية، وزار برفقة الرئيس الكوري الشمالي المصانع الإنتاج الحربي، يعني أن روسيا وكوريا الشمالية يريدان أن يقولان أن نحن لسنا وحدنا، ليس كل دولة تعمل لوحدها، وإنما هناك خطر، إذا خطر على أي جهة تقوم بمهاجمة روسيا أو مهاجمة كوريا الشمالية أن هناك شيء من التحالف العسكري. الصين من الواضح أنها تقترب من روسيا وتعطيها هذا الشعور بالاقتراب من أجل مصالح اقتصادية أكثر مما هي من أجل تحالف عسكري أو حرب عسكرية مشتركة. في الحقيقة الصين لديها اعتبارات كثيرة في العالم أكثر مما هي روسيا، الصين لديها علاقات واسعة مع العالم، لديها مصالح اقتصادية مع أوروبا، هذا يمنعها من الدخول في تحالف وإنشاء قطب عالمي يتكون منها ومن روسيا يناوئ الغرب بقيادة الولايات المتحدة، لأن بالنسبة للصين العالم يعني المصالح الصينية أكثر تعقيدا مما هي بالنسبة لروسيا وبالطبع مما هي لكوريا الشمالية. لذلك أعتقد أن التحالف العسكري الذي تقيمه الولايات المتحدة هو ينشئ قطب صحيح خاصة في شرق آسيا بين هذه الدول الثلاث وبين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل أستراليا ونيوزيلندا والفلبين والهند ربما، لكن هذا لا يعني أننا نحن الآن أمام قطبين عالميين أحدهما تتزعمه الولايات المتحدة وأحده تتزعمه الصين. الصين لا تريد أن تعيد أن تنشئ حلف عسكري جديد، لا تريد أن تتصرف مع العالم باعتبارها قطب وتقوم باقتسام العالم كما كان يجري بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، لأن الطموحات الصينية الاقتصادية تقتضي بالضرورة أن تحافظ على علاقات اقتصادية جيدة مع مختلف الأطراف في العالم. واليوم كانت الصين أيضا تتحدث عن أنه من الضرورة أن تعمل هي والولايات المتحدة لحل الخلافات التجارية والاقتصادية من أجل الحفاظ على مصالحهما الاقتصادية. إذن الصين لا تريد أن تذهب إلى تأسيس قطب يعني يناوئ الولايات المتحدة كما كان الحال أيام الحرب الباردة، ولذلك هذا أيضا ينسحب على الواقع العسكري، بالتالي لا يمكن القول أنه هناك حلف عسكري بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
طيب سيد سامر، ربما أنت تحدثت عن أن الصين تنتهج نهج النفس الطويل، تحافظ على يعني علاقاتها الاقتصادية مع الجميع، لا تحاول أن تكون قطب أحادي في وجه الولايات المتحدة الأمريكية كما كان الاتحاد السوفيتي، ولكن من ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة تضغط ببطاقة تايوان بشكل كبير على الصين. إلى أي مدى من الممكن أن يؤدي أو ما الذي قد يذهب إليه هذا السيناريو بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الصين ربما ببطاقة تايوان، الاعتراف بها، التعامل معها، الزيارات المتبادلة بين الطرفين؟ يعني هو مسألة تايوان يمكن تلخيصها بما يلي: كان هناك تفاهمات بين الصين والولايات المتحدة منذ زيارة هنري كيسنجر مطلع السبعينات إلى الصين، مفادها أن الولايات المتحدة تعترف بمبدأ صين واحدة، يعني أن جمهورية الصين الشعبية هي الممثل للأمة الصينية، وبالتالي الولايات المتحدة سحبت اعترافها من تايوان. الآن بعد عام 2015 عندما بدأت الصين تتحول إلى قطب عالمي ينافس الولايات المتحدة، هذا بالنسبة للولايات المتحدة أن الصين سحبت أو تراجعت عن التفاهمات القديمة، لذلك الولايات المتحدة تهددها بمبدأ صين واحدة، تهددها بزيادة مستوى الاعتراف بتايوان. إذن المسألة، مسألة تايوان، هي تتعلق بالصراع بين الصين والولايات المتحدة. القضية، لم يكن هناك قضية اسمها قضية تايوان، يعني قضية احتمال اندلاع حرب عسكرية بين الصين وتايوان، أو أن الصين تريد أن تقدم على ضم تايوان بالقوة العسكرية قبل تزايد هذا الصراع بين بكين وواشنطن. الصين كانت تتحدث عن التكامل الاقتصادي مع تايوان وصولا إلى توحيدها مع جمهورية الصين الشعبية، لكن الولايات المتحدة في هذا الصراع الدولي وحتى تضغط على الصين من أجل منعها من التحول إلى قطب عالمي استخدمت كافة الأوراق الممكنة في مجال الحرب التجارية، في مجال التكنولوجيا، في مجال الحشد العسكري، وكذلك أيضا ورقة تايوان. يعني ورقة تايوان هي جزء من هذه القضية. الصين تريد أن تدفع الولايات المتحدة إلى الحفاظ على مبدأ صين واحدة، لذلك هي تمارس هذه المناورات العسكرية بالذخيرة الحية قبالة تايوان. والرئيسة التايوانية الحالية هي تنتمي إلى حزب يعني يناوئ بكين أكثر من ما كان الحال في عهد الحزب القومي الذي كان يحكم تايوان سابقا، والذي كان هناك العلاقات التجارية بينه وبين بكين أفضل. لذلك أعتقد أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الصين تنظر باهتمام للانتخابات الرئاسية التي ستجري في تايوان في يناير المقبل، وتعتقد بكين أن ممارسة التهديد على تايوان سيقنع شعبها بالعودة إلى انتخاب حزب الكومنتانغ الذي يمتلك علاقات أفضل مع بكين. إذن المسألة يعني أوسع من مجرد أنه الصين تريد أن تخوض حرب أم لا، القضية يعني معقدة أكثر لأنها تتعلق بهذا الصراع الشائك بين بكين وواشنطن. سيد سامر خير أحمد، خبير الشؤون الآسيوية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة من عمان.